بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة في درس من دروس الحج المبرور، والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، نقول لكم الحقيقة تحيات ودعاء الذين يتابعون هذه البرامج وهذه الكلمات وهذه الدروس التي تلقونها، جعلها الله في موازين حسناتكم. وأرجو أن تتحدثوا في هذا الدرس حفظكم الله للإخوة والأخوات عن عنوان الإخلاص وأثره في حياة الحاج، وكيف يعود الحاج وقد عاد إلى ربه داعيا الله أن يتقبل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحاج منذ خرج من بلده إلى أن يرجع إليه وهو في عبادة ومتوجه إلى عبادة، ثم بعد ذلك يدخل في العبادة ويؤديها ثم ينتهي منها، فيجب عليه أمران: أولا الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون في حجه وعمرته رياء ولا سمعة ولا مقصد لطمع دنيوي، وإنما يكون خالصا لوجه الله عز وجل، يريد ثواب الله عز وجل. والأمر الثاني أن يكون حجه وعمرته صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهو حج بالناس وبين لهم كيف يحجون، كيف يؤدون المناسك بأتم بيان وأوضح عبارة في قوله وفي فعله صلى الله عليه وسلم. حج معه ما يزيد على 100,000 من المسلمين، فتعلموا منه صلى الله عليه وسلم كيف يؤدون مناسك الحج، ورووها لأمته ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. فهو صلى الله عليه وسلم بين للناس كيف يحجون، كيف يؤدون المناسك بأوقاتها وأمكنتها وصفاتها أتم بيان عليه الصلاة والسلام، وروت الأمة حجته صلى الله عليه وسلم واقتدت به في ذلك. والعلماء يبينون للناس صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمونهم مناسكهم لأجل أن يؤدوه على الوجه المشروع حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى، يخلصون لله العمل والقصد، ويصبرون على ما ينالهم من التعب والمشقة، فإن الحج من الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو فيه مشقة ولكنها في سبيل الله عز وجل. فالمسلم على خير من حين يخرج من أهله إلى أن يرجع إليهم حاجا أو معتمرا، فهو في عبادة عظيمة وفي مقصد عظيم، فلا بد أن يستشعر ذلك وأن يكون خاشعا لله قاصدا ثواب الله، ويكون قدوة لغيره من إخوانه الحجاج حتى يعود بأجر عظيم، قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح على هذا الدرس القيم الذي استفدنا منه جميعا، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا الدرس من مكتبة الشيخ. يتجدد اللقاء إن شاء الله في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.